طيب هلا انا رايي فينا ناخذ سيرفيس اصلا ليه سيرفيس ناخذ تاكسي شو بك شقتي هالشقه لك شو حلوين هالرسمات اه ايه والله حلوين شو شاطي اوه كثير شاطي تعال 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 شو تحت تعال اقول لك اوه ليك شو حلوين خليه يرسمك عباس والله ليه لا شو بدي بالشغله بدي بلم 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 لك خلينا نروح بزور. مرحبا يعطيك العافيه بزور. بدي هنيك عن جد برافو شابو با قلمك كثير حلو ريشتك بتعقد شكرا هول حضرتك رسمهم لا هول ابن الجيران رسمهم عم تضحكي؟ طب تنكي لا سؤال بس انه يعني عم لانه حلوين كثير عم قدرهم تقدير هيك ميرسي ميرسي برافو بس عن جد كثير مهم كثير فيك ترسمه؟ طولي بالك لا تاخذي قرار عني انت دغري اخي كثير حلو قد ايه بتاخذ على الرسمه؟ حسب يعني عباس انا مثل ما انا اذا ترسمني بس هيك بورتريه هيك هالقد تفاصيل وهيك بياخذ 40 دولار ايه بس 40؟ شو؟ 40 دولار انا بدفع ادفعيها يا خي خلص خلص اوكي بس بدها تاخذ شوية وقت بس تطلع هيك ايه معلم معنا شيء يلا ليك شو انا بفل بس تخلص عملي مستكون نرجع نلتقى قدام يلا روحي اوكي روحي هلا يلا تفضل خلص بس ترجعي تحاسبي روحي طيب جود لاك ايه لا بليز هلا 1000 طيب ناولي يلا رح ناوله ليك فظيعين ليك ولا رسمات كثير شاطر كثير شاطر ما بدهم الا يحكوا الصور ما بدها الا تحكي ميرسي يلا تفضل هولي ماشي تفضل ايه طيب يلا جود لاك ايه باي باي برافو يعطيك العافيه هلا خلص على السريع وبحكيكي ايه ما تنسى نبلش معلي ايه مستعجل بدأ وقت كثير هلا هو في عندي حدا بس رح مرق قبله عم تحكي جاد ايه بشرفك عمي شو هذا امي داعيت لي انا ممنونك بس عن جد كثير حلو عن جد كثير حلو تقعد هون بليز بيعان هيك ناس ترسم بس ترسم بالشوارع حاطين ال هيك ايه يا سلام اوكي ها سوري بس معلش فيك تجلس راسك لان مبين مثل كانه عاطي هيك مثل عنجهيه ما حلوه انا عاطي عنجهيه ما انت عاطي يعني. كثير شايف حالك اوكي يعني. اوكي حبيبي هيك خليك كول كول ايه سوري بس لا شو عم تعمل؟ ايه؟ شو عم تعمل؟ عم يرن التليفون بجيبك ايه ما ترد شو مرض؟ ما لازم تتحرك اه اوكي هالقد بتقسي؟ انا بشتغل على التفاصيل اوكي اوكي خلص ما فيك خلص خلص ها يعني لو دق ما ترد خلص خلص وما تحطوا رجراج لانه اذا رجراج كمان بتتحرك انت كلها اوكي اوكي خلص اوكي خلص اوكي بليز عنا شغل ماشي ماشي حبيبي بدي اخلص لك لوحتك لانه عندي لوحه ثانيه بكره عندي سفره على طالع باريس عندي معرض فوق والله بتستاهل بتستاهل كل اوروبا تروح عليها على هيك رسمات رسمها شيء بياخذ العقل خلص اوكي دي لك شو بك لك اجت دباني عم الخاره ما تتركها لك رح تفوت بمنخاره تفوت لك شو تفوت بتقتلني ها ما فيك عم بشتغل على التفاصيل ما فيك تتحرك طيب خلص ها منيح ها عم شو اجى اذا اجت لنا حي ما بنتحرك كمان ما في وين بتيجي حي ولا على القصه ما بيصير طيب ما عم تفهم عربي ليه ما عم بفهم عربي عم بقول لك ما فيك تتنفس لك اجت العطسه رح اختنق فيها طيب شو ببلع ما فيك تتحرك ما انا بشتغل على التفاصيل طب هلا قلنا ثلاث ساعات مقاعدين هيك هلا رجعت خزقتها لانك ما عم تفهم بتعرف ما بدي ارسم بقى لا لا خلص طيب خلص بقعد هلا هلا بقعد بجمد وما بتحرك ان شاء الله بده يجي تمساح ياكلني ما بتحرك منيح ها بتعطيني بسمة بس لأنه بعد عنا الابتسامة بس بسمة بسمة وبنخلص؟ ايه منيح هذا بس ضحكة هيك وخلص ايه لأنه لي تسع ساعات ايه بعرف بعرف ها بس بسمة لا مش هالقد هيك ايه ايوه ايه
لك عقدوا ركبة. اوكي خلاص؟ ايه صار معي وتات بكتافي وعقدوا ركبة. بعرف تمام؟ بعرف بشرفك. ايه خليك خليك محلك انا بفرجيك اياها. اهلا 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 تعال نرسميك يلا يلا. وينك يا انجو؟ هلا بدقن لها. هات لنشوف. العمى؟ لك العمى؟ لشغى؟ انت؟ هيدا انا؟ ما عنده شعر ما بيشبهك؟ تسع ساعات ملطاني على هالكرسي ليطلع معك هيك لعما بقلبك من بين الرسامين. ومضيت لك اياه. مضيت لي عفيف؟ ايه؟ اسمك عفيف؟ العمى انضاك اكبر من الرسمة، يخرب بيتك. ما الحق عليك؟ الحق على هديك الهبلة اللي أنا قعدتني هون لعما بقلبك وقلب هالرسمة. بيانجو! ايه طلعت! ليكي انا شو؟